ومعكم ابراهيم من ولايه سيدي بلعباس. انا جينا كما نفوتوا راس العام كما نضاري كما كل عام رانا نجو هنايا نجو لتياغيت. بالمناسبه هذا العام راه يبان من افضل الاعوام. رانا هنا في تياغيت مع غاشي تياغيت، رانا نفوتوا في ريفيون 2024 افيك كيكا تاعنا. اجواء جد رائعه هنا بمدينه السيوط السياحيه ولايه بشار الصاوره. هذه السنه وفرت كل ما يستحقه السائح من ماكولات وايواء وكذلك ونقل، كل شيء يعني اجواء رائعه. والله انا اول مره نجي لمدينه بشار وجيت بالاخص عجبتني مدينه تياغيت هذه بها بسكانها ومناظرها الشابه، يعني منطقة كشغل سياحية وتستاهل زعما كشغل يزيدوا أهلوها ويزيدوا يطوروها أكثر لأكثر.